ما هي الفكرة؟ هل هي شيء يخطر لنا في منتصف الليل لنكتبه في دفتر ملاحظاتنا لنحاول فهم مغزاه؟ أم نفهمه أكثر بمشاركته مع الآخرين، بالعمل معهم وسماع وجهات نظر مختلفة؟ مبادرة نساند من سابك هي فكرة قد حان وقتها. نساند هي إحدى أقوى المنصات المتاحة لأولئك الذين يسعون لتحويل أفكارهم لواقع ملموس. تهدف المنصة إلى تحويل الطاقة الريادية في أنحاء المملكة وجعلها قادرة على المنافسات عالمياً، وفي وضع يمكنها من تعزيز قدرات القطاع الصناعي بكفاءة وفاعلية. يعتمد نجاح نساند بالدرجة الأولى على مدى فاعلية أعمدته الأربعة: انتماء وداعم، تمكين التمويل، ومؤهل. في العمل بتناغم على مساعدة رواد الأعمال المحليين لإعطاء شكل عملي لأفكارهم الريادية، انتماء هي المدخل الأول لأولئك الذين يريدون تحويل أفكارهم من مجرد مسودات على ورق إلى حقيقة ملموسة. في هذه المرحلة يلتقي رواد الأعمال بمسؤول نساند المعني بتحليل الفرص الاستثمارية. داعم هي المرحلة الثانية في هذه الرحلة. بمجرد أن يكتسب رواد الأعمال فكرة عن مدى جدوى مشاريعهم، يقومون بعد ذلك بالتعرف على حزم الدعم المقدمة، بالإضافة إلى الدخول للتمويل عبر شركاء نساند. مؤهل هي المرحلة الأخيرة، وخلالها يكون ريادي الأعمال قد ضبط خطة مشروعه وحصل على التمويل اللازم والتقنيات المتاحة لإطلاق المشروع. والآن يصلون للمرحلة التي تعرفون فيها على كيفية تطوير قدرات القوى العاملة وتأهيل أبناء وبنات الوطن للدخول في الصناعة واكتشاف أسواق جديدة محلياً وإقليمياً وعالمياً. إن جوهر نساند يكمن في أن يكون قوة تحويلية ممكنة في المملكة العربية السعودية، وأن يصبح منصة وطنية تدعم رؤية المملكة 2030. إن الرؤية الأكبر خلف هذه الجهود تهدف لزيادة مشاركة مؤسسات القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقليل نسبة البطالة، وتعزيز توطين قطاعات البتروكيماوية. المجلس التنفيذي الذي يضع مبادئه ويوضح رؤيته ورسالته ويوجه عملياته اليومية. أصبحت نساند الآن قصة نجاح حقيقية، حيث قام العديد من رواد الأعمال الذين تقدموا في البداية فعلياً بتحويل أفكارهم لشركات ناجحة. تم إنشاء نساند برؤية مستقبلية، ويتحقق هذا الهدف بإطلاق العنان لطاقة الريادة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، بما يليق بدورها وحضورها كقوة صناعية مؤثرة في العالم.